الانسجام بالواقع والاحلام بيجيب كلام تمام طلع قدامه وسط الزعام الى الامام للانتقام متعبنا بوش الاجرام هتم حروب مفيش سلام انسان معدوم تفكيره مسموم من جيش مجهوم ضد الطيار بيعوم مهموم والناس ليه بتلوم مش راضي يكون مظلوم يمشي بطريق الهروب مش راضي يكون مغلوب ويجيب حقه المسلوب ويدمر القلوب وينمي العقول القلوب ممكن تخسر والعقول مش معقول اما امين يقول كلام يبقى هو المسؤول لو هتكون في طريق معايا يبقى تمشي على طول معايا جيب مجندين مجهزين مجاهدين معدلين مدربين مسيطرين على جبهتين شمال يمين كلكم عارفين مين ام سي امين خليكم سامعين يا بني امين مش بايدي بجيب حقي ما بتظلمش ما تحاولش ما تخمرش مع القرش ما تقدرش تعمل حاجه ما تفكرش ما بهزرش عاوز تفهم بطل هرش تكون على المرش يا ما تعمرش ما تتهورش ما تتسرعش ما تتخدعش ما تتفزعش مني بطل رعش ايوه جنرال قائد الرجال جاهز القتال ضد الاحتلال ودي اجابه السؤال بدون جدال من المحال في جميع الاحوال حد يسيطر على عقلي من العيال جنوب شمال شرق غرب حرب ضرب برد راح بصد ضرب فوق وتحت طول وعرض حرب برد معروف